روحوا احنا. كل حسب الوضع يعني اللي معوش مسامحين يعني جاي عم. ارجع يا عم ارجع. وين خيمة سيجار أمجد؟ احنا طلعنا لظروف قاسية جدا، من حوالينا قصف، من كل مكان قصف، يعني تقريبا يعني طلعنا من يعني من كبر حجم الدمار اللي احنا كنا فيه، من كثر التهديدات، يعني احنا ممكن نفدي الوطن برواحنا، بس احنا خايفين على اولادنا، محتاجين الامان، محتاجين نخاف بس على على اطفالنا، احنا تقريبا احنا مشينا من منطقه الشفاء لهان تقريبا مشي، يعني مشينا على الاقدام، يعني وصلنا للانزراط ما بنلاقيش سيارات، ما بنلاقيش مكان، في كل مكان رعب خوف، احنا تقريبا يمكن كنا 52 شخص، يعني ندور على مكان امن، ندور على شيء يعني ما طلعنا تعرف اواعينا يعني ما فيش مش حاملين معنا شغله يعني تقوينا حرمات غطي ما فيش احنا كان فرشنا الارض وغطانا السماء يعني ما نزحنا من هذاك المكان في كان من خوفنا كمان من الفسفور الابيض ومن التهديدات طلعنا وصلنا لهذا المركز هذا المخيم وكان املنا انهم يعني يساعدونا وهم ساعدونا بس يعني ايش المساعده احنا بنتمنى الامان نرجع لبيوتنا بنطالب هدنة بنطالب تهدئه حل نهائي لهذه القضيه احنا تعبنا عن جد يعني كل يوم والثاني كل سنة والثانية لازم حرب تصعيد أرواحنا أطفالنا شيوخنا كلهم بموتوا كل يوم كل سنة في عنا عزة كل سنة في عنا شهيد كل سنة في موت يعني إحنا كل سنة يعني عن جد بمعنى الكلمة وصل رسالتنا للعالم إحنا تعبنا احمونا بكفي سياسة من تحتينا يعني إحنا بكفي إحنا نكون رهائن نكون ذريعة لأي ليهود لعرب لمكان إحنا كل العالم خذلنا احنا عن جد يعني بكفي احنا بنوصل رسالتنا للعالم بكفي احنا بدنا نرجع لدورنا احنا مش عارفين احنا هاي النهان مش عارفين اذا ضايل دور اذا ما ضلش دور عايشين مش عايشين يعني صار اقصى امانينا انه احنا نحصل على خيمه انت بتخيل الخيمه
هاي الخيمة بدها تحمينا من برد ولا بدها تحمينا من شوب؟ في النهار شوب ودبان وفي الليل شتاء، بالعافية بنلاقي بطاطين بنغطي حالنا. صحيح هم يعني ما قصروش، بس انه لا في يعني اجينا لا في اكل لا في شرب. حتى انتم عارفين غزة من افقر دول العالم، افقر دول العالم يعني كل الشعب فقير، يعني يدوب الواحد يلاقي اللقمة يطعمي اولاده، يعني ما فيش يعني فقر جوع حرب، يعني ايش هذه الحياة.